منذ أسبوع وحتى اليوم يشهد الشارع الأردني أمسيات رمضانية بمعاني مختلفة، احتجاجات وهتافات مستمرة رغم إقالة حكومة الدكتور هاني الملقي وتكليف الدكتور عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة بإرادة من جلالة الملك، الذي أكد في كتاب التكليف رئيس الوزراء على أهمية إطلاق الحوار الشامل بالتنسيق مع مجلس الأمة والأحزاب والنقابات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني لإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل. ورغم ذلك التواجد الشارع الأردني بعد تكليف الوزير في الشوارع مطالبا بتعديل السياسات وتغيير النهج وليس تغيير الوجوه والأشخاص فقط. المهم بهاي النقطة إنه هلا إحنا عندنا نهج كان أوكي، وصلنا كم من سنة عليه. المهم بالتغيير، أول شيء إذا أنت بدك تبلش تغير بنهج حكومة لازم تسكر اللي قبلها، يعني المصاري اللي اتاخذت أوكي، خلينا نحكي عن الملفات السابقة لازم تتسكر قبل ما انت تبلشي باي نهج جديد، لازم اللي قبل كان جذوره تنتهي وتتسكر عشان انت تقدر تبلشي شيء جديد. حركه الشارع ما رح تخف ولا رح توقف، رح يكملوها للنهايه قبل ما يشوفوا شيء ملموس. ملموس يعني انت عم تحكي عن ضريبه بتقل، عم تحكي عن شوارع بتتحسن، كله لازم يشوفوا اشياء ملموسه عشان يقدروا، لانه اول مره انا بشوف هيك اضراب، فبالتالي لازم تكون نتيجته جدا كبيره. مع الاحداث التي تسارعت خلال الفتره وطول مده الانتظار للناس الى قرار حاسم من رجل دولة يعي نبض الشارع، تعدت إلى تطور بالمطالبات، تعدت إقالة حكومة، تعدت إلى تغيير النهج الذي تعين فيه الحكومات، لأنه الناس على قناعة أنه تغيير الوجوه لا يعني تغيير السياسات. الناس على تخوف أنه نفس الفريق الاقتصادي اللي كان موجود في حكومة الملقي ينتقل مباشرة إلى حكومة الرزاز فيما لو تم تكليفه رسميا. الناس متخوفة أنه إلى متى يتم تشخيص تغيير الأشخاص دون تغيير النهج. الناس تتطلع إلى حكومة تلتقط نبض الشارع وتقدم حلول ناجعة. هذه الحلول لا تمتد إلى جيب المواطن، تمتد إلى حلول إبداعية، حلول طويلة الأمد يلمس المواطن أثرها. لكن كل الذي يصيرنا حاليا وكل المعاناة 90% من الشعب الأردني هم غير مسؤولين عن فشل الحكومات المتعاقبة. يعني صراحة أنا بتأمل إنهم يغيروا بالموضوع، بس ما يعني بتخيلهم يغيروا رئيس الوزراء باعتبار انه هاي حركه حترضي الشعب، واحنا مطالبنا كثير اكبر من تغيير رئيس وزراء، لانه لا الرئيس السابق ولا اللي قبله ولا اللي قبله ولا اللي قبله عدلوا لنا ولا زبطوا لنا ولا شيء. احنا بالضبط زهقنا ضرائب وزهقنا حكي فاضي مبدئيا، فبتمنى من الحكومه اللي جايه انه يحسوا فينا شوي، بتمنى يلاقوا طرق حلول كثير يعني للمدى البعيد. الاحتجاجات الحالية التي تعتبر الأكبر منذ عام 2011 لا يزال يشيد الشارع الأردني بأهميتها، خصوصا بعد سلسلة تدابير اتخذتها الحكومات السابقة شملت إجراءات تقشف ورفع أسعار بالنسبة إلى المحروقات والخبز، وذلك استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي بإجراء إصلاحات اقتصادية تمكن المملكة من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام ل 35 مليار دولار. صراحة هلا احنا وصلنا بمرحلة كثير صعب انه يرجعونا بعد ما لاحظنا انه الاعتصامات والمطالبة بحقك ممكن تجيب لك نتيجة، فما بتوقع انه حيسكت، بس ان شاء الله انه نضل بالتنظيم اللي احنا فيه. في الحقيقة اليوم بعد ما شاهدنا الشعب طلع، فاليوم وبعد الأخبار السارة التي وردت بأن الملقي استقال، فأنا بعتقد أن الشعب تحققت مطالبه بنسبة كبيرة جدا، وأتوقع في قادم الأيام الشعب أصبح واعي اليوم وأصبح ينادي بتغيير النهج الاقتصادي والنهج الحكومي. إحنا ما بنطالب بتغيير وجوه ولا قمصان، إحنا ماشي كنا نطالب في إقالة الحكومة، بس إحنا إقالة الحكومة مش همنا الأول، إحنا همنا الأول إنه يلتغى القوانين كلها اللي فرضوها، قوانين الجباية وقانون الضريبة. توقعاتي في قادم الأيام إن شاء الله مع الوزير الجديد إن شاء الله إنه يكون الوضع مختلف تماما. الحكومة للأسف اتخذت بعض القرارات خاصة ما بعد اليوم الذي تلا يوم الإضراب. يوم الإضراب الناس كانت طالعة للشارع عشان قانون ضريبة الدخل بدعوة مجلس النقباء، ولكن للأسف صار نوع من التحدي وكسر العظم. وثاني يوم الحكومة أعلنت موضوع رفع أسعار النفط والباقي المشتقات النفطية، هذا اللي حرك الناس. توقعاتي بقادم الأيام جلالة الملك براقب الأحداث، وجلالة الملك
كل حكيم ويعتبر المسؤول الأول بالدولة، وأنا متأكد راح يصير تغيير بالحكومة وتغيير بحيث يكون تشكيل حكومة إنقاذ وطني من رجال للوطن، بحيث أنه القانون هذا حاليا يتم إلغائه أو يتم مناقشته بطريقة ديمقراطية والتوافق على بعض البنود وشطب بعض البنود اللي بتمس الطبقة الفقيرة والوسطى. احنا ابدا ما كانت مطالبنا انه نسقط الملقى، واحنا ما بدنا الملقي، احنا هدفنا مش اشخاص، احنا هدفنا نهج حكومات، هدفنا احنا ما بدنا غلاء الاسعار، احنا بدنا الاردن تكون مثل ما احنا بنعرف الرمز الوطني اللي احنا بنعرفه كنا الاردن اولا، احنا ساعين ورا هالشيء، احنا بدناش ندفع ضرائب، احنا ورا انه الاردن يعيش عيشة كرامة. عشان هيك انتم شايفين الشعب كله نازل، كل يوم قاعد بنزل على الساحة، توقعات لقادم الأيام الشعب قاعد بزيد، الأعداد قاعد بتزيد، ما أتوقع أنه ممكن الشعب يرجع بيوته غير لما يلتغي قانون ضريبة الدخل اللي قاعد بنزل. قانون ضريبة الدخل هي العبارة عن قش الكسر ظهر البعير، يعني كلنا ما توقعنا هذا الكم من الشعب، الشعب مضغوط، فإجا قانون ضريبة الدخل وبعديها ارتفاع الأسعار، فالشعب ما في متنفس إلا الشارع، شعب منضغط، شعب سمع وعود من كل الحكومات اللي قبل هيك، حتى اليوم حكومة هاني الملقي مش سقطت ورحل دولة هاني الملقي، ومع ذلك الشعب قاعد عم بنزل على الشارع، لأنه ما حسينا إشي، لمسنا قرارات لمستنا على أرض الواقع. توقعت إذا ما طلع رئيس الوزراء عمر رزاز بلقاء صحفي وحكى شو الخطة اللي قدام اللي راح تصير وألغوا قانون ضريبة الدخل، وراح يظلوا الناس في الشارع. ويبقى التساؤل الأهم لدى الشارع المنتفض حول قدرة الحكومة الجديدة على مواجهة أرقام خطيرة كمعدل البطالة الذي وصل إلى 18.5% ونسبة فقر تصل إلى حوالي 20% منذ مطلع العام الحالي وفقا للأرقام الرسمية.